اصحاب البط بتاع تيتا. يلا بقى اشوف البط بتاع تيتا والوز بتاعها بياكل. احنا عندها قعدنا نصورهم ونلعب معاهم، شكلهم حلو قوي. اصحابي بياكلوا ازاي؟ تعالين ما شاء الله شكلهم حلو قوي، يشربوا ميه. شايفين الوزه بترفع وشها لفوق ازاي؟ الوزه اللي هي رقبتها طويله شويه دي، انما البطايه اللي هي ايه رقبتها صغننه دي. نمسك اصحابي. الله ما شاء الله شكلهم جميل. اكلوا بعد ما بياكلوا بيروحوا يشربوا ميه وبيرجعوا يكملوا اكل تاني. هاي حلوة قوي يا تيتا، شكلك جميل يا تيتا، ما شاء الله يا تيتا. الله هو بياكلوا اصحابنا، قاعدين بيروحوا يشربوا، شكلهم جميل. نقعد نتفرج عليهم مع بعضنا بقى، بعد كده نشوف هما يعملوا ايه في الاخر. هما دلوقتي بياكلوا، ده علف هما اللي بتاكل فيه الوزية، ده علف. شربوا مية كلهم، كلهم عطشانين جدا، فكلهم واقفين حوالين المية كلهم بيشربوا. كلهم جميل ما شاء الله ما شاء الله. بياكلوا عيش، البطاية بتاكل عيش اهي. شايفين يا اصحابي الرز بياكل في العلف، شايفين كده مقطعلهم العيش صغنن صغنن عشان هما طبعا صغيرين عشان يقدروا ياكلوها ويبلعوها. شايفين الوزاية بتاكل في العلف ازاي؟ واو شكل يامي يامي، بحب العلف قوي. الوزاية اصحابنا بتاكل فيهم، سابته ومشيت، راحت تاكل في طبق العلف التاني اللي هم يرجعوا دلوقتي. هم شايفين بنحط لهم ايه؟ حط لهم برسيم، بيحبوا البرسيم جدا على فكرة. الوز بيحب البرسيم جدا جدا، شايفين كلهم الوز كله اتلم على البرسيم وعلى بياكلوا في البرسيم اهو. شايفين مبسوطين ازاي البرسيم يا اصحابي؟ في ناس بتاكل برسيم والبط بيشرب الميه. الوز ده اللي بياكل في البرسيم يا اصحابي، وهو صغنن طبعا الوز. الوز والبط يا اصحابي من الطيور، نوع من انواع الطيور. بياكلوا الحبايب الربيع، شايفين البط يا أصحابي بعد ما أكل نام على الأرض ازاي؟ نايم على الأرض عمال يعمل بجسمه ورقبته. والوز طبعا بما إنه بيحب البرسيم قوي فقعد بياكل في البرسيم ورجع ياكلوا في العلف. هما جعانين جدا، هما دلوقتي بيفطروا، ده الفطار بتاعهم. ما
شكلهم حلو قوي ما شاء الله.